حياتي ايامي كلها بكى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم جريدة أصوات في ضيافة الفنان المشهورين المشهب في مهرجان الواحة بمدينة طاطا. المشهب هي مجموعة موسيقية مغربية تأسست 1972 بالحي المحمدي بالدار البيضاء. لم تكتفي المشهب في إبداعاتها الفنية بالتطرق إلى مواهب مواطنين وإلى نقل معاناة المواطنين بالطريقة الفنية، لكن سادة القومية العربية كانت حاضرة بقوة. السلام عليكم سيد، مرحبا بك. تحياتي. نعم بدك تشرح لنا الحضور ديالك هنا في هذا المهرجان ديال طاطا اللي كيبعد عن مدينة الدار البيضاء أكثر من 1100 كيلومتر، كيف هو الإحساس ديالكم وأنتم جايين في الطريق إلى هذه المنطقة هذه العديدة؟ في البداية أود أن نقدم تشكرتي الحارة لهذا الكيفية التنظيمية المحكمة اللي ظهرت جليا في هذه الدورة. والجميل أننا احنا كنا ضيوف من باب المشترى جايين باش نطلبوا شهادة السكنة، لأن هذه راه الدورة الرابعة اللي غادي نشاركوا فيها. ماذا عسني أقول عن المهرجان؟ أعنونه في كلمتين اثنين جوج. الأول أنني عدم المهرجان الثقافي بامتياز لي لا أحس أن هدر المال العام، بل يقنن وفق معايير وإرضاء جميع الشرائح باش يكون جامع ومانع. ثانيا أنه تيجي في هذا الوقت الملائمة جدا مع كلمة واحة، حيث الواحة بلا تمر ماشي واحة، الواحة بلا ماء ماشي واحة. إذن يلتقي التمر والماء وتعطوا جمالية الواحة. اللي يمكن نجاوب على الكلمة ديالكم، حينما يحصل انسجام ثلاثي في أي مهرجان يكون النجاح حليفه. أقول حينما يكون مكونة المجتمع المدني تلم بالفكرة كلها، حين يكون انسجام بين المؤسسات المنتخبة والسلطة والجمعية، فما علينا إلا أن نستبشر خيرا أنه مهرجانا جامعا ومانعا. يعني التقليد الجديد في المهرجان، احنا الحمد لله تنوصلوا ل 80 حفلة سنويا، تنوصلوا قرابة 25 مهرجان سنويا، ولكن شتانا بين المهرجان والمهرجان كاين تفاوت. كاين بعض المهرجانات اللي تتحس على ان المال الشأن العام الفلوس تتلاحهم مش راجم، بمعنى انه تتكون سهرة فيها 6 الفنانة وانت جاي ضارب 1200 كيلومتر ولا 1000 كيلومتر وتقول لك غتغني 15 دقيقة. العشاق اللي تيتسناو فيك اش خاضوا منها؟ ولكن احنا في اللقاء الاخير مع السيد الوزير اعطيناه برنامج تصور ديالنا. تصورنا ان طبيعي جدا ندافع المحلي، لانه هو مول الفكرة، هو مول البلاد. 70% تكون محلية، 20% تكون وطنية، 10% تكون دولية. هنا تنعطيو حتى، لأنه أنا مع الناس اللي تيغوتوا على المشاركة المحليين، لأن هذه أعتبرها فرصة شغل، فرصة شغل أو فرصة مناسبة لاقتناء أدوات. هذا من باب. ثانيا حتى ذاك مفهوم الكاشي أصبح يضر بالمهرجان. علاش الفرق المحليه ما نعوضوش لها واحد الطرف من الاجر ديالها الى اله موسيقيه؟ ويكون مفهوم تتبع. اخيرا باش ما نطولش، وحده الموضوع، حين تنقولوا اليوم الواحه باش تعنون هذا المهرجان،
بغيت نعرف هنا شحال من مجموعه تغنت عن الواحه في هذا المهرجان. اذا درنا عناوين خصنا نمشيو معها. احنا هذه مجموعه خواطر هضرنا بها، مجموعه المشابجات بجديد. نعم، بالنسبه للمشاهب يعني الدور اللي كتقوم به المجموعه، وكما كان نعرفه كنعرفوا سابقا ان كلمات يعني يترتل على انا كصحفي انني نعبر عليها حينما اتصنت الى المجموعه ديال المشاهب، كتحس فيها واحد الروح هي روح المواطنه وروح الدفاع عن ابناء هذا الوطن. ما هي زعما الدور ديالكم في الدفاع عن الوحده الترابيه للمملكه؟ دابا جيتي لبيت القصيد. هناك ثوابت الأساسية لمجموعة المشاب ما نسميه بالقومية، والقومية أساسا تكون على البلد، تكون على الانتماء، تكون على الأرض. مجموعة المشاهب من أول المجموعات اللي قضت 6 شهور في الصحراء مع انطلاقة المسيرة وتغنت أغاني في هذا الموضوع. مجموعة المشاهب هي اللي كانت في نهار واحد تدور بين مخيمات الإخوان ديال المسير المتطوع المسيرة وتتمشي للتكنات العسكرية، كانت مطلوبة عند العادي والبادي. إذن مشكل القومية هذا إرث حملنا احنا الجيل الثاني، لأن الإخوة اللي معايا يشكلون الجيل الثاني ديال المجموعة، على رأسهم الأخ الزواق عبد الواحد العميد، هذا الرجل الذي قضى 24 سنة. وتنتمنى من الأخ الزواق يلتحق هنا، هذا الرجل اللي قضى 24 سنة في المصاحبة ديال مجموعة المشاهب. الأخ جمال اللي قضى 17 سنة وتتلمذ على يد الشريف المراني. طارق اللي خدم كثرة مع مجموعة المشاهب. اللبان يعني فنان جمع بين الفردي وبين المجموعاتي، وكان اللقاء الأخير مع الفنان الكبير المدني سعد اللي أعطى. وهذا الشيء كل شيء لوجود رجل نعتبره عميدا، رجل صبور مآمن بالرسالة، هو الشادي المبارك. الشادي المبارك هو من الآليات اللي عاونوني أنا منذ أن حملنا الله تسير هذه المجموعة. كلمة واحدة كيف كانوا تيقولوا العمر بالخطاب اتقي الله يا عمر، تيقول لي شاد لي صبرا كسرى. وهو الحمد لله استطعنا نسير مجموعة هذا العام 16 سنة عام ما تفرقاتش. هناك ناس اللي تخلاو، هذه اختيارات فنية الله يعاونهم، ولكن انت تبقى الحصيله حاكمه على الجميع. لان حتى هذا باب اخر غادي يجرنا لحديث اخر، هو الانشقاق داخل المجموعات. اعتبر هناك غالب الظن يكون انشقاقا مجانيا، لا يؤتي اكله ولا يسدي خدمات الظاهره اللي هي الان. اذا نبقى في المهرج. غادي نقول لك انا مقوله الشهيره اللي قال صاحب جلالة الله ينصره الله يشافيه محمد السادس: لكل زمان رجاله ونساؤه. الآن الظاهرة تئن بين النوستالجيا القديمة، هناك ناس بغاو الظاهرة تبقى كيف كانت، ولكن الظروف اللي مر منها المغرب في السبعينات ماشي هي دابا، لأن الأغنية الغيوانية هي مرآة ما يقع، مرآة يعني أشواق بالشارع. الحمد لله الان ولا تنقولوا اللي بغينا، ولكن اما المشاب اللي كان بختي الله يرحمه كانوا المشاب المؤسسين، راه كان غالب الظن تيسالوا السهرات يديهم المعارف، علاش قلتوا هذه الان؟ لا الحمد لله. اذا دابا من اللي جينا حنا هنا، والفنان خصو يكون ابن بيئته، من اللي كاين انفتاح وكاين واش زمان كانوا هاد المهرجانات؟ واش كان هذا الاهتمام؟ فلذا حنا نمثل واقع المعاش المغربي، وندرك بواحد التجربه متواضعه كيف نسير شان هذه المجموعه، لانها هي الحمد لله بكل تواضع هي الوحيده اللي بقت تدير جولات
السؤال الأخير هو أن المغرب يعيش واحد الفترة من الشفافية لم يسبق للمغرب أن عاشها من قبل على حسب قولك وحسب قول الشارع، ونلاحظ أن الجارة الإسبانية والجارات مثلا المنافسين الذين لا يريدون لهذا الوطن خيرا يشوشون على بعض الصور وبعض المقولات على رأسهم صاحب الجلالة محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم. ما هي رسالة الفنانين أو المجموعة إلى هذه الفئة؟ هذا موضوع نحس به جميعا كمغاربة، ولكن بالنسبة للفنانة لا ننكر أن كاين الجارات اللي تنطلقوا ولا الأعداء تنطلقوا من موقع سياسي تهم واحد النخبة. أنا تنشوف نخب أخرى، أنا من هذا المنبر أصفق للفنان الجزائري وأصفق للفنان الإسباني، لانه مع المشروعيه مع 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 يعني مع 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 حق الانسان مع التنميه. والجميل في هذا، الا ترون على ان ما يقوله الفنان الجزائري والفنان الاسباني يحدث ضجه عند المسؤولين ديال بلاده؟ فلهذا حنا تنشوفوا من واحد الزاويه اخرى، تنشوفوا ان الفنان الجزائري جاء عندنا هنا ودار معنا جوالات ورحب بينا وقال بالحرف يا اخي انكم تعيشون ظروف زاهيه باهيه في هنا. فلهذا الاخر رانا الاوان، لان كل شيء باجل ديال الله. هاي الان اعتقد ان القلوب بدات تحن، ورا غنات مجموعة المشاهب راه تيقول الشاذلي في الاخر ما انتجه ما في الكون وطاني يشبه الوطاني، يا اهل النجدة حافظوا لنا على التراب، اسمع يا مخلوق يا وتيقول على اننا الفنان ينادي والرياضي ينادي والاديب ينادي بحل الحدود باش نتواصلوا. فانا تنشوفه من زاويه اخرى، اما الاخر السياسي بحال يومية وهي قضية مصالح وقضية أخرى. حنا بعاد، حنا تنترجم أحاسيس الشعوب، نترجم تقول لي الآن ظروف العالم القروي نقش معك قصيدة، غتقول لي ظروف التعليم نقش معك كقصيدة، ولكن المسائل الأخرى كانوا بعد مجموعات دخلوا لها وصعب عليهم يخرجوا منها. ففي الختام تنشكركم وتنعلن هذا المنبر على الجوله اللي غادي نقوموا بها ان شاء الله في هذا الموضوع تحت شعار المغرب جسر التعايش بين افريقيا واوروبا. واليوم سوف نهدي الى جمهور طاطا قصيدة أنا إفريقي أنا، كلمة الخير جاء معنا. هذا دور البطل، دور الشعب البطل والملك البطل في تقريب الرؤى وتوحيد الصفوف مع إفريقيا. فلتدم، وأقول في حق طاطا المحبوب اللي نريد قاسل طاطا شر المنا بها على راس مدار ما بيدي ما ندير. الله يرحم بجميع وشكرا لكم. شكرا بارك الله فيك استاذ سامي، رح نرجع لي رقصة شوي. Yeah.
الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.